وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد بعد التحية، يعني هل لنا أن تقيم الموقف الآن إزاء التطورات في الأراضي المحتلة، وهل من الممكن أن نضع توقعات أو سيناريوهات لسير الموقف خلال الساعات المقبلة؟ أهلا بك يا فندم وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا الأوضاع في الأراضي المحتلة تتجه إلى التصعيد، والموقف يزداد تعقيدا يوما بعد يوم في ظل ارتفاع رقعة العمليات العسكرية والرد الإسرائيلي على العملية النوعية التي غيرت قواعد اللعبة في المشهد داخل الأراضي الفلسطينية. يعني اليوم الكابينت بيؤكد على أن وبيعطي الضوء الأخضر إلى حرب على قطاع غزة. من الممكن جدا أن تتسع دائرة الصراع ويتجه وتتداخل أطراف أخرى في المشهد، وهو ما لا يحمد عقباه، على اعتبار أننا نرى وبشكل كبير في هذه الأحداث انطلاق اليوم صواريخ من جنوب لبنان وعلى مزارع شبعة، وأيضا تدخلات من الممكن جدا أن تتسع، وبالتالي أرى أن على الطرفين أن يرضخا إلى وقف إطلاق النار والعودة مرة أخرى إلى الهدوء وخفض التصعيد بشكل كبير. وهذا ما تسعى إليه الدولة المصرية من خلال رؤية حكيمة تسعى إليها القيادة السياسية المصرية بالعمل على وقف إطلاق النار وتثبيته، ثم بعد ذلك إيجاد حل شامل وعادل حتى لا يتكرر هذا المشهد مرة أخرى. دكتور حامد، السلطة الفلسطينية تطالب باجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، برأيك هل مثل هذا الاجتماع من الممكن أن يقدم يعني جديد أو يكون مفيدا للوضع الحالي، وماذا عن الطلب الإسرائيلي للوساطة المصرية؟ طبعا يعني اولا نبدا من حيث انتهيت حضرتك، وهو الوساطه الاسرائيليه، على اعتبار ان مصر وسيط مقبول لدى الطرفين. المفاوض المصري دائما مفاوض حكيم ومفاوض رشيد، ويسعى وبشكل كبير الى تحقيق الاستقرار في منطقه الشرق الاوسط، ودائما القياده السياسيه المصريه والمفاوض المصري بيؤكد على انه لا استقرار في منطقه الشرق الاوسط إلا بإقامة دولة فلسطينية عادلة على حدود 67. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، اجتماع الجامعة العربية أرى أن الأمور بشكل كبير تحتاج إلى أن يكون هناك تنسيقا عربيا في ظل تردي الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، واستمرار الأوضاع بهذا الشكل سيسبب أزمة حقيقية للشعب الغزاوي، ولابد من إيقاف وقف إطلاق النار الذي يمثل انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي، على اعتبار أن إسرائيل تستهدف المباني المدنية ويسقط الكثير من الأبرياء والضحايا، وبالتالي مصر تسعى لإيجاد رؤية شاملة وتتحرك على كافه المحاور والاتجاهات بالتنسيق العربي. يعني وزير الخارجيه المصري اليوم بيتصل السعودي ونظيره الاردني لتنسيق المواقف العربيه، اتصال مهم من الرئيس ماكرون برئيس السيسي لكيفيه بحث التهدئه والتوقف عن التصعيد بشكل كبير، خاصه ان التصعيد لا طائل ولا عائد من وراءه، سيسقط بس دكتور حامد، مجرد اقرار اسرائيل بوقوع 600 قتيل في صفوفهم واكثر من 100 اسير، يعني الوضع يعني بالتاكيد محزن بالنسبه للاسرائيليين. هل تستطيع ان تقتنع اسرائيل بالدخول في مفاوضات جاده او الوصول الى حل سياسي مع الجانب الفلسطيني، سواء مع السلطه الفلسطينيه او مع حركه حماس؟ يعني في ظني وتقديري أن على إسرائيل أن تتحرك في هذا الاتجاه، لأن استمرار المعارك ليس في مصلحة حكومة نتنياهو التي ليس لديها خيارات كثيرة للتحرك في هذا الاتجاه، في ظل أن المقاومة الفلسطينية تمتلك من الأدوات الحقيقية كما حضرتك أشرت، أكثر من 100 أسير إسرائيلي موجودين لدى المقاومة، وبالتالي دولة إسرائيل تسعى إلى الوساطة المصرية وتسعى إلى أن تتدخل مصر باتصالها السياسي والإقليمي الكبير للوساطة مع المقاومة الفلسطينية وإيجاد تفاهمات حقيقية لوقف الحرب التي في ظني وتقديري إن استمرت هذه الحرب لفترة طويلة لن يكون في مصلحة أي من الأطراف، وستكون هناك عواقب وخيمة وعواقب كارثية على إسرائيل قبل حتى الأوضاع في قطاع غزة، لأن إسرائيل حتى إن
عمليه بحريه يعني لهيام قطاع غزه، فهذا لن يؤدي الا لوقوع الكثير من الضحايا من الجنود الاسرائيليين والقتلى، وده في ظني وتقديري لابد ان يتم النظر بعين العقل وبعين الرشد والتوقف عن التصعيد، خاصه ان هناك رغبه عربيه حقيقيه في تحقيق السلام باقامه دوله فلسطينيه عادله على حدود 67. اشكرك جزيل الشكر الدكتور حامد فارس استاذ العلاقات الدوليه.